السلام عليكم. فيديو جديد، موضوع جديد. اليوم جبت لكم واحد الوعر رخيص وقليل الناس اللي كيعرفوه، قليل الناس القدام، ولكن بغيت نتقاسم معكم لانه تري افيكاس، يعني فعال فعال جدا. داكشي علاش بغيت نقاسم معكم. والثمن ديالو كيدير غير 17 درهم. هاد الدواء سميتو سوربي باسيك، ونقرب لكم اللي بغات سكريني. ها هو سوربي باسيك. السوربي باسيك لاش كيلاق؟ السوربي باسيك كيلاق الناس اللي عندهم القبض، يعني القبض المزمن. هذا فاش كتاخدي جوج حبات في الصباح قبل الفطور، سمعوني، اللي عنده القبض ياخذ جوج حبات في الصباح قبل الفطور، وياخذ جوج حبات في الليل بعد العشاء. واحد مده نهار ولا يومين راه الكرش ديالو غادي تسرح، وهذا مضمون. ومع هذا غادي تشربوا كاس الماء، ومن الاحسن ديروا واحد كاس الماء كبير وديروا فيه جوج حبات، وغادي تشوفوا. وغادي تقدروا تزيدوا ديروا زيت العود في يديكم هكا، وغادي تشدوا الكرش ديالكم، غادي ديروا الماساج. علاش كنديروا هذا المساج؟ كنديروا هذا المساج باش هذاك الامعاء ديالنا اللي كنقولوا لها بالدارجه معكاز، حنا كنخدموه. كدير داك المساج بحال هكا باش هذاك الامعاء كيخدموا، والدواء حتى هو كيدوز فيهم، وبالتالي كيكون عندنا ما كيبقاش عندنا القبض. وهاد سوربي باسيك راه كينشط لنا الامعاء. مع هاد الطريقه اللي قلت لكم ديروها راه ما غيبقاش عندكم القبض. وهذا واخا داوموا عليه ما تخافوش عليه. هذا الناس اللي ما يستعملوش او يستعملوا بالحذر، الناس اللي عندهم طونسيون. علاش الناس اللي عندهم طونسيون؟ لانه فيه الملحه. اي حاجه كتدوب في الماء، الناس اللي عندهم طونسيون يا يعني اما يديروا الحذر منه الا كانوا كياخذوا الدواء، او يديروا بالناقص. هذا من جهه. الناس اللي عندهم تخمه، كليتي شي ماكله معتبره، او اي حاجه كتاكليها كتوقف لك هنايا، كتجيبي واحد كاس ديال الماء كديري فيه واحد الحبه وكتشربيها، او حتى جوج حبات، وديك التخمه ما كتبقاش. وكيصلح السوربي باسيك حتى الناس اللي عندهم افراط في الحموضه، الناس اللي كتكون عندهم حموضه بزاف. علاش كتكون عندنا ديك الحموضه بزاف؟ لان كناكلوا السكريات. السكريات هي السبب الرئيسي وبتجربه ديال الحموضه اللي كطلع علينا وكتقش لنا، وبعض المرات حتى كياكلوا لنا الودنين ديالنا. بغيتي تقسيم الحموضه من غير الدواء، شاوني راسك مزيان الصباح، ما تفطريش ليا العسل، التمر، اي حاجه حلوه في الصباح ما تفطريش بها. ديري زيت العود، ديري خبيز ديال الزرع، ديري اي حاجه حتى الحلاوه اللي تشهيتيها ديريها مع ديك الربعه ولا الخمسه. كلي شويه، لان كاينين الناس اللي عندهم مشكل مع الحلاوه. الحلاوه فاش كتاكلوها وبكثره كتعطينا ديك الحموضه، وبالتالي كتقطع علينا وكتخلينا بلا، كتخلي المزاج ديالنا ماشي هو هذاك، وكتحسي براسك فيك الردان. وهذا يعني ما من الاحسن نديو ديك الحموضه. هذا كينا راه كينقصنا من ديك الحموضه. كتاخدي حتى وحده الصباح، وحده مع 12 وحده في الليل، او كتاخدي وحده الصباح وحده في الليل، ولكن من الاحسن نحيدو السكريات. بقيتي تحيديها راه كاين احسن، راه تحسي بواحد الراحه من داكشي. والناس اللي عندهم الحموضه بالليل فاش بغيت تنعسي، غادي تنعسي على اليمن، حماق كتنعسي على اليسار، الناس عندهم حموضه كتنعسي على اليمن، والمسنده كتكون طالعه شويه باش ما كطلعش ديك الحموضه وتقدر تقشك. الله يستر شحال ديال الناس ماتوا بهاد الحموضه، باش كطلع عليك هكا وانت كتكوني نعسه راه كتقشك، خاصه الدراري الصغار اللي كيكون نرضعوهم وهذا، وكنعسوهم هكا بلا ديك المسنده اللي كتكون هازه الراس وكيكون عنده ان غوفلي، راه كيتقش لينا. هذا كي قلت لكم كيصلح لنا كيصلح لنا الحموضه، كيصلح لنا تنشيط الامعاء، كيصلح لنا التخمه، يعني معتبر والثمن ديالو رخيص. داكشي علاش قلت والو غادي نتقاسمو معكم. وكي قلت لكم على طريقه الاستعمال قلتها لكم، والثمن ديالو راه كيدير 17 درهم. نتمنى لا فيديو يعجبكم كالعاده، الى اللقاء الى فيديو اخر ومعلومه جديده ان شاء الله. كنشكر كاع الناس اللي كيبارطاجي الفيديو ديالي، كنشكر كاع الناس اللي دخلوا وكيدعموا القناه ديالنا، كنقول لهم شكرا لكم بزاف. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.